نجمات الكابتن فريده العسقلاني، مبروكه كابتن فريده البطوله الرابعه، بتخش دولاب بطولات النادي الاهلي. ده يعني دل ان في مجهود كبير بيبذل من الجهاز الفني ومن اللاعبات. بتمثلك ايه بطوله كاس مصر بعد حصولك عليها؟ هي طبعا البطولة ما كانتش سهلة قوي، علشان هي مش زي الدوري ما فيهاش تعويض. هو لما بنكسب ماتش يعني بيتحسب على طول ونخش في اللي بعده، فالحمد لله ان احنا قدرنا نكسبه، والنهاية جاية في الاخر واحنا في اخر الموسم بنبقى بنبدأ نتعب شوية، فالحمد لله ان احنا عرفنا نكسبها يعني الحمد لله. قولي لي، يمكن كان متابعات مستمرة ليكوا في بطولة الرجال وكانت بطولة رائعة جدا، قولي لي حابة تقولي ايه لرجال النادي الاهلي بعد حصولهم الاول على البطولة الافريقية، وانتوا بتكملوا كمان اليوم اللي بعديه على طول بتحققوا بطولة كاس مصر. احب اقول لهم مبروك ان هم لعبوا ماتش حلو قوي، وكان الجمهور برضو عامل جو حلو قوي في الملعب، ومبروك يعني علينا احنا الاثنين. احنا الاثنين قدرنا نكسب البطوله الافريقيه اللي كانت في ملعبنا وما خذلناش جمهورنا يعني. الفتره اللي جايه شايفاها ازاي؟ لسه عندنا كمان مشوار طويل، وان شاء الله مطالبين ان انت تحقق بطولات كتيره الفتره اللي جايه. شايف الفتره اللي جايه ازاي يا كابتن فريد؟ اولا احنا هناخد فتره راحه يعني، عشان كان موسم طويل قوي تعبنا فيه قوي، وبعد كده نبدا بقى تاهيل من الاول وجديد ان شاء الله، علشان برضو الموسم اللي جاي ناخد يعني ناخد الاربع بطولات ان شاء الله. كابتن حمدي واللاعبات كلهم بعد الفوز مبروك، ان هو كابتن حمدي تعب معانا قوي الجهاز كله، واحب اقول لهم مبروك، ان شاء الله يعني نعمل كده تاني السنه الجايه ان شاء الله. شكرا.